حينما تكبر احتجاجات حينما تكبر احتجاجات امام باب المحكمه باليافطات، فان هناك شيء خلل، وعن بانه واحد الحاله انسانيه، واحد صديق، واحد خوله صديقه ديال هاجر كتبكي، وهذيك اللقطه شفتها معبره، وغادي نكتب عليها براءه ذمه، براءه امراه لا اعرفها فقد رايتها مصادفه بدموع صديقه قاطعه تعري فداح فينا باهدافها، فتفسير الاذى يخدش وقعه، فغالبني قبح ما استشعرته غير انه ملموس بامراه مدعوره بملامحها. ودرك ان شاء الله نكمل القصيده على هاجر وعلى الاخت اللي البكا ديالها وصل هذه الاشاره سلبي بان هناك تضامن غير مرئي. انا مشيت والو، حيت انا جيت على صدفه، شفت واحد الدريه كتبكي، وما بعيدا عن الاشارات، بعيدا عن الاعلام، عن المنصات، هذيك الامراه لا اعرفها، ما عرفتهاش انا المره الاولى، عاد حتى بقيت كنسكن شكون هذيك السيده، شكون السيده، هذا نعرف هذيك خوله، بان خوله ما قدرتش دابا تبكي بحرقه على انسانه غير يعني قاهره ولا باغيه ولا ما يمكنش دابا تبكي الدموع، بان هناك انسانه بريئه، وان شاء الله في الاستئناف تقول العداله كلمتها، وكتبين العداله شويه كتحرف السياسه، وشكرا. وهذا واعر المنظومه القضائيه. يعني شفتك انت دابا شحال من مره هذه اللي جيتي تخدم؟ هذه هي الثالثه وما كنجيش. واش كان السبب هو ان شفتي الصديقه ديال هاجر؟ انا شفت هذيك اللقطه يعني تعاطفت معها، وعاد ولي عاد عرفت المضمون ديالك سميتو، وعاد وليت كنجي دابا. الشعار اللي هزيتي اليوم؟ شعار هي دي براءة ذمة، وواحد الرقصة الطانغو، دي رقصة ديال الطانغو، حينما يرمي أصابعه في البيانو، والبيانو هو الرحم بدون إذن قضائي، يعني هما داروا شيء بدون إذن قضائي، يعني خاصو تي أمر القاضي، فهمتيني؟ يعني كتسمى بإذن غير قضائي، فهمتيني؟ هنا غتكون القضية تكبر، وهما بغا يلفوها بسميتو، وشكرا. غنشوفوك مازال في وقفات مع هاجر؟ وان شاء الله على حساب الظروف ديالي وعلى حساب الامكانيات ديالي، وما ماشي كنقول سليمان ريسونا، احنا ماشي كاع الشعب ديالو ولاد زروال، احنا الناس فقراء، يعني كيتضامنوا مع هذه السيده، احنا ماشي شي واحد لاباس عليه ولا شي واحد هذا سميتو، وماشي باغي الشهره، ما باغي والو، الحمد لله، يعني انسانه بقات فينا وتبقى في استاذ توفيق بو 20، تو قلم حر، تو كنتعاطفوا معاه، وكنتعاطفوا مع كاع الناس الاحرار ديال الوطن، ولا مشاو الاحرار كتولي القضيه، راه كيبقى هذاك الصد المانع كيتهرس، يعني ديما الناس هادو خاصنا نكرموهم، ماشي نعطيوهم السجون، وهذيك راه الصحافه راه هي مرآة الواقع، يعني راه هو كيتسمى حتى واحد الزيزر.